السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف التاسع في منهاج الأكشن باك، اليوم عندنا ريفيجن فور باست كونتينيوس، أي الماضي المستمر باست كونتينيوس، للتحدث أو يستخدم للتحدث عن فعل كان في حالة حدوث عندما وقع حدث آخر. إذا زي كأننا بنحكي تضارب حدثين. أوكي، خلينا نشوف على سبيل المثال. عندنا أول إشي when he arrived they were painting his room، لما هو وصل هم كانوا عم بدهنوا بغرفته. إذا حدثين، الحدث الأول إنه وصل، الحدث الثاني إنهم كانوا إيش عم بيعملوا، عم بدهنوا بالغرفة. they were painting his room. تمام. طيب أولا بدنا نتعرف على المفرد والجمع. عندي مع المفرد بستخدم was، مع الجمع بستخدم were. في حالة كانت الجملة منفية تصبح الwas wasn't، وتصبح الwere weren't، وطبعا لازم يكون عندي الverb ing، فعل مع إضافة ing إله. دلائل الزمن why as when at the same time yesterday، إذا مع زمن at the same time، مع زمن من الماضي. نشوف مباشرة ونطبق. They didn't discuss her problem while. هي الواي. الواي بده يجي وراها إما was أو were plus verb ing and this is called past continuous. طيب while they، they جمع ولا مفرد؟ جمع. جمع شو بأخذ؟ بأخذ were، والفعل لازم يكون ing. إذا was watching خاطئة، were watching صحيحة. إذا نختار were watching. 2 while I in the park I saw a snake. while I حكينا was aware والverb ing، ال I بتأخذ was والفعل ing. خلينا نشوف I was walking. إذا الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة. I was when the telephone rang. I was، الواز موجود وجاهز. إيش بدها؟ بدها فعل ing، verb ing. sleep sleeps slept sleeping ing in the word sleeping. بالنهاية يا تاسع بنعطي بس ملاحظة إنه الدلائل مثل while و as بتجمع أول إشي ما بين جملتين، أي بين جزئين، جملتين. تمام. الجزء اللي بيكون بعد الوايل والآز بده يكون طبعا ماضي مستمر. إيش يعني ماضي مستمر؟ زي ما حكينا بده يكون was أو were والverb ing. أما الجزء الثاني فشرط أنه يكون ماضي بسيط، يعني التصريف الثاني للفعل. فعلى سبيل المثال بقول while I study he finish his homework، باجي على الوايل مثل ما تعلمنا. الوايل حكينا بيجي وراها مباشرة ماضي مستمر، يعني was where verb ing، الاي بتاخذ was، فبنحكي I was studying. I was studying مثلا English او غيرها. he finished his homework، هذا هو الجزء الثاني part 2 من الجملة، فلازم يكون verb to اي simple past الماضي، ففinish بدها تصير finish. طبعا بالامتحان ممكن يكون جزء موجود وجزء لا يا تاسع، مثل ما تعلمنا اثناء الدوام.